عبر الهاتف زميل أنس رمضان مراسل الإخبارية في حلب. أنس، لو ترصد لنا آخر الخروقات من قبل المجموعات المسلحة لنظام التهدئة لهذا اليوم، ومن أين تخرج هذه القذائب باتجاه الأحياء السكنية؟ نعم، تحية لك رانيا. لا تزال المجموعات الإرهابية المسلحة إلى الآن لا تزال تخلق هذه الهدنة عبر استهدافها للأحياء الآمنة. ونؤكد مرة ثانية بأن الأحياء التي استهدفت في وقت سابق وتستهدف هي أحياء ذات كثافة سكانية. أبرز هذه الأحياء التي استهدفت منذ قليل وتم باتجاهها تسجيل خروقات جديدة للمجموعات الإرهابية المسلحة هي منطقة حلب الجديدة، والتي سقطت فيها عدة قذائف صاروخية أدت لوقوع إصابات في صفوف المدنيين، إضافة أيضا إلى الأضرار المادية، كما احترق بناء في منطقة الحمدانية نتيجة أيضا سقوط قذيفة صاروخية مصدرها المجموعات الإرهابية، وأصيب طفل برصاص قناص إرهابيين في حي المشارقة. مصدر هذا الرصاص منطقة بستان القصر المقابلة لمنطقة المشارقة، وتم نقل هذا الطفل إلى مشفى الرازي الحكومي. تضاف هذه الخروقات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة إلى خروقات سابقة، سواء باتجاه منطقة الراموسة البوابة الجنوبية وأيضا حي الحمدانية الذي يضم 7 تجمعات سكانية، إضافة إلى صلاح الدين أوتوستراد صلاح الدين الحمدانية وأيضا جمعية الزهراء، هذه المنطقة الواقعة غرب المدينة والتي استهدفت بالقذائف، إضافة أيضا إلى رصاص قناص الإرهابيين باتجاه الأبنية المحيطة بمبنى القصر العدلي. وبطبيعة الحال هذه الاستهدافات جميعها التي ذكرتها هي باتجاه المناطق الآمنة والأحياء التي يتواجد فيها المدنيون بكثافة. إضافة إلى هذه الأحياء تم استهداف مواقع للجيش العربي السوري، سواء تلك الواقعة على محور الكليات وأيضا الكاستيلو وأيضا مزارع الملاح. طيب، عن طريق الكاستيلو، هل تم حتى هذه اللحظة استحداث أي نقطة تفتيش روسية سورية، أي شيء في إطار التنفيذ الجزء الثاني من هذا الاتفاق، اتفاق التهدئة في حلب؟ نعم، بما يخص محور الكاستيلو، قبل 48 ساعة أو أقل من 48 ساعة سلم الجيش العربي السوري للهلال الأحمر العربي السوري نقطة في محور الكاستيلو لتكون نقطة وممر ومعبر لإرسال المساعدات باتجاه الأحياء الواقعة شرق المدينة وأيضا غرب المدينة. ما تم أيضا اليوم هو تواجد لقوات مراقبة روسية وهي تجري معاينات لمنطقة الكاستيلو كما ذكرت الواقعة شمال حلب من أجل تأمين خط لعبور القوافل المساعدات باتجاه هذه الأحياء بحسب الاتفاق وبحسب بنود الاتفاق الأمريكي الروسي. لكن ما تم حاليا بما يخص المساعدات حتى هذه اللحظة، المصادر تؤكد بأن المساعدات وقوافل المساعدات لم تخرج بعد من الأراضي التركية. وكما نذكر بأن السيد ديمستورا أكد خلال ساعات ماضية بأن أيضا المساعدات لم تخرج إلى الآن من الأراضي التركية. وبطبيعة الحال الأمور تتجه بما يخص الكاستيلو نحو تأمين هذه النقاط لاستقبال المساعدات ومن ثم إرسالها إلى المناطق. أنا أشكرك جزيل الشكر مراسل الإخبارية أنس رمضان، شكرا جزيلا لك على انضمامك معنا.